بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة 14 من مقرر اللغة الإنجليزية من المستوى الأول في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنستمع إلى طريقة إبداء الرأي، كيف تبدي رأيك، وكيف أيضا تفضل شيئا على شيء أو شخصا على شخص باستخدام عبارات وكلمات مشهورة وشائعة الاستخدام. أيضا سنتطرق في هذه الحلقة بإذن الله تعالى إلى الزمن الماضي، ونأخذ يعني أبسط جزئية فيه وهي الجملة وكيف أو كيفية تركيبها بإذن الله تعالى. ثم أيضا سنتطرق إلى بعض الأسماء التي يكون جمعها غريبا أو شاذا أو غير منتظم وهي يعني قليلة، فنحصرها بإذن الله تعالى أو لا نستطيع حصرها، لكن سنذكر بعض الأمثلة في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. ثم أيضا نأخذ فكرة بسيطة عن كتابة الفقرة وشكل الخارجي للفقرة، وإن شاء الله تعالى تكون الأمور ميسرة وسهلة بإذن الله تعالى. وإلى الشريحة الأولى: Opinions and Preferences. Opinions معناها آراء، Opinion رأي، Preferences تفضيلاتك، تفضيلات الشخصية، مثل ماذا تفضل. هذا هو عنوان هذه الحلقة. عفوا، وكالعادة نبدأ بالمفردات المهمة في هذه الحلقة. appear يبدو أو يظهر، وتكون بالمعنى الحسي وأيضا المعنوي. يبدو لي كذا، يعني يتبين لي أو يبدو أو يظهر لي أن نفعل كذا مثلا. وأيضا يبدو الشيء يخرج ويظهر من مكان أو من خلف شيء، مثلا يبدو الشخص، بدأ الشخص أو ظهر لما يخرج من مكان مثلا غير واضح. commercial تجاري، ويأتي أيضا بمعنى إعلان تجاري أو دعاية تجارية. candidate مرشح، يعني شخص مرشح لوظيفة مثلا. decide يقرر. personally شخصيا، لما تتكلم عن نفسك تقول personally I prefer this، شخصيا أفضل كذا. personally I think، شخصيا أظن أو أعتقد. جيد، هذه من الكلمات المشهورة في إبداء الرأي والتفضيلات. agree يوافق أو يتفق مع فلان في رأيه أو في وجهة نظره. child طفل. mouse الفأرة، أكرمكم الله. prefer هذا هو الفعل يفضل، والذي أو الكلمة التي مرت معنا في العنوان preferences هذه هي ماذا؟ هي الاسم من هذا الفعل، هي اشتقاق من هذا الفعل. prefer يفضل، preferences أو preference تفضيل أو تفضيلات. image صورة، وهذه الصورة قد تكون صورة أيضا حسية ومعنوية، مثل appear لما تكون لديك صورة تسمى image، مثلا تحفظ مثلا ملف أو شكل في الحاسوب الآلي وصيغة image صورة. وأيضا الصورة الذهنية الموجودة عند الشخص مثلا عن بلد أو عن أجهزة من أو جهاز من الأجهزة أو عن أشخاص. what's your image about this person، ما يعني مثلا تصورك أو الصورة التي لديك عن هذا الشخص. عفوا، popular شعبي، مشهور بين الناس فهو شعبي. popular teenager teen، كلمة teen الأربع حروف الأولى teen
هذه تأتي في هو العمر بين الثاني عشر أو بين الحادي عشر إلى تقريبا التاسعة عشر. جيد، هذه تسمى تين أنجلز، المراهقين، فترة المراهقة تين أنجلز. لذلك نقول 14 14. جيد، الثالث عشر، الرابع عشر إلى التاسع عشر 19. جيد، تينيجر الشخص في هذا أو في هذه المرحلة وهو المراهق، بداية الشباب. طيب الآن نستمع إلى المحادثة وبين هؤلاء الأشخاص وكيف يفضل أحدهم شيئا على الآخر ورأيه أيضا كيف يبدي. نعم الآن نستمع للسيدي. It's going to appear in our running shoe commercial next year. We have two candidates, Chip Hawkins and Rashid Jackson. I'd like to hear what everyone thinks. Erica, will you go first? Yes, okay. Well, personally, I like Hawkins. For one thing, he's younger than Jackson. Craig? I'm sorry, I don't agree. I don't think age is important. Jackson is a better actor, and that's very important, even in a commercial. And what do you think, Maria? I think I prefer Jackson. He's a more exciting player, and we need that kind of image. What about you, Daniel? Well, I agree with Craig and Maria. I prefer Jackson, too. He may be a little older, but I think he's more popular with teenagers, and they're going to be our main market. All right. Thank you. نعود إلى الشريحة السابقة. أذكركم فقط بهذا الديالوج، معناها ماذا؟ الحوار. طيب as you know، هذا مصطلح أيضا مشهور وجيد، الواحد أيضا يكون ملما به. as you know، كما تعلم، كما تعرف. وكانوا الذين تخاطبهم المجموعة تقول أيضا تقول as you know، كما تعلمون أو كما تعرفون. we are meeting today. نلاحظ هنا أيضا التركيب هنا مهم جدا، مر معنا من قبل the present continuous، الزمن المضارع المستمر. we are meeting، نلاحظ هنا this is the subject، this is the be or the verb to be here، and this is the main verb with ing. she's saying we are meeting now، جيد، or today، هذا اليوم. نحن مجتمعون، المقصود الآن، أو نحن مستمعون في هذا اليوم للتقرير. جيد، عن الشخص الذي سيكون معهم، لكن المقصود هنا تركيب الـ present continuous، الفعل المضارع أو الزمن المضارع المستمر. هذه إحدى الطرق أو هذه إحدى الجمل الموجودة في الزمن المضارع المستمر. جيد، to decide who is going to appear، الذي سيخرج، سيظهر، سيبدو في our running shoe. shoe جمعها shoes، أكرمكم الله، الأحذية. commercial دعاية أو إعلان عن أحذية الركب، running shoes. جيد، we have two candidates، قلنا candidate معناها مرشح. We have two candidates. We have two candidates. أي لدينا مرشحان، اسمهم أو اسم نعم اسمهما Chip Hawkins and Rashid Jackson. I'd like to hear what everyone thinks. لاحظ كلمة think من الكلمات الأساسية عند إبداء الرأي. ماذا يعتقد كل شخص منكم؟ ثم قالت، حتى تكلمت مع إيريكا، will you go first؟ هل بدأتي أولا؟ will you go first؟ هذا نقولها لما تريد أن أو شخص يبدأ، نقول will you go first. طيب هنا عندنا well personally، شخصيا I like Hawkins for one thing، لسبب واحد، he is younger than Jackson. he is، نلاحظ أيضا اختصار مثل I would like to. he is younger، نلاحظ هنا التركيب subject verb adjective. he is younger، هو أصغر،
مرت معنا الصفات من قبل وخصوصا في الحلقة الماضية، قلنا هي أو subject verb adjective فاعل فعل ثم صفة، وهذا هو أيضا تركيب مناسب ننتبه له. ولذلك القراءة والاستماع الكثير يفيدنا في تعلم أو تركيز الأشياء التي تعلمناها في هذه الحلقات. لذلك أوصيكم دائما بحفظ الكلمات بالأكثر منها وبالاستماع والقراءة، لكن كالعادة لا تقرأ شيء أو لا تقرأ شيئا صعبا جدا عليك أو طويلا، وأيضا هذا ينطبق على الاستماع، لا تستمع إلى شيء ممل، حاول أن تجد أشياء يعني جذابة لك سواء في الموضوع أو في السرعة. أيضا لابد من أخذ الملاحظات عندما تقرأ أو تسمع مثلا كلمات جديدة عليك مرات، وأيضا تسأل من هو أعلم منك بحيث أنك ترجع إلى شخص يتحدث اللغة الإنجليزية تسأل، أو إلى القاموس، وهناك أيضا القاموس الآن الموجودة الناطقة والإنترنت، كلها يعني خدمات متوفرة لله الحمد تساعد على التعلم اللغة. طيب I'm sorry لما تريد تقول والله لا أتفق معك، لا تقول لا أتفق معك مباشرة يعني تصدم الشخص، تقول I'm sorry sorry يعني مثلا أنا آسف، I don't agree لا أتفق معك. نلاحظ هنا استخدمنا النيجاتيف أيضا أسلوب النفي I do not agree، وهذه مرت معنا قاعدتها سابقا. نفس الشيء I don't think، نلاحظ اختصارات كثيرة، لماذا؟ لأن هذه محادثة والمحادثة يعني يكون فيها اختصار جيد، لكن لو كانت كتابة الأفضل والصحيح أن تكون غير مختصرة. I think or I don't think age is important. Jackson is a better actor. Better معناها ماذا؟ أفضل من good. Good معناها جيد. عندنا better معناها أفضل جيد. مثل ما نقول tall طويل، taller أطول. لكن بما أن good كلمة تعتبر غير منتظمة، فيكون صفتها أو عفوا صيغة المبالغة منها أو التفضيل عفوا هي ماذا؟ better أفضل. actor معناها ممثل جيد، لكي يمثل في الدعاية الإعلانية الموجودة عندهم. ثم and that's very important even in a commercial حتى في الدعاية. And what do you think Maria? What do you think؟ هذه صيغة سؤال مرت معنا كيف نصيغ الأسئلة. And what do you think؟ عندنا كلمة what ثم الفعل المساعد do ثم الفاعل you ثم think الفعل الأساسي كما قدمنا من قبل. هذا اسم الشخص الذي سيتحدث بعد قليل، تسألها what do you think ماذا تظنين؟ جيد. I think I prefer Jackson. أظن أني أفضل Jackson. He is a more exciting player. Exciting ممتع ويشد الانتباه مثلا. Player لاعب من play يلعب، نضيف لها ER فتكون player. He is a more exciting player. ومرت معنا في الحلقة الماضية كيف نضع صفة قبل الاسم. He is a more exciting player. يعني لو حذفنا more نقول he is an exciting player، لأن عندنا من الحرف حرف علة فنقول an exciting player. Image أيضا لاحظ هنا كلمة image معناها الصورة، لكن هنا صورة معنوية وليست حسية. تقول لنا نحتاج مثل هذه الصورة، صورة الشخص شيق وممتع. ثم قال what about you Daniel or Daniel، ماذا عنك؟ well حسنا I agree with Craig and Maria. اتفق مع I agree with، هذه عبارة لو تعرفها تعتبر جيدة. لو إذا أردت أن تقول أني أتفق مع فلان I agree with
جيد، ثم تذكر الاسم او الاسماء. I prefer Jackson too. أنا أفضل جاكسون أيضا. Too معناها أيضا. He may be a little older, but I think he is more popular. أكثر شعبية مع من؟ With teenagers، مع المراهقين أو الذين هم في بداية الشباب. They are going to be our main market. أخذنا main معناها ماذا؟ أساسي ورئيسي. main market. Where is the main street؟ أين الشارع الرئيس أو الشارع الرئيسي؟ طيب لعلكم تستمعون إلى هذه المحادثة مرات يعني عند، وأيضا قبل ما تستمعون إليها تخرجون هذه الكلمات وتسجلون عندكم كما قدمت في الحلقة الأولى على بطاقات إن رغبتم في ذلك، أو في الدفتر الخاص بهذه الكلمات بحيث تصل عليكم المحادثة بإذن الله تعالى. طيب الآن irregular plural forms، صيغ الجموع غير المنتظمة أو ما تسمى الشاذة. جيد، الأصل أن نضع S، حرف الاس مع كلمة الجمع. عندي book وأريد أن أقول كتاب، وعندي أيضا كتب. book، ولما أريد أن أضعها in the plural form I say books. لكن هذه الكلمات child طفل، foot قدم، man رجل، woman امرأة، tooth سن، mouse فأرة، fish سمكة. هذه لا أضع معها S أبدا. لا أقول childs، هذا خطأ. لا أقول foots، هذا أيضا خطأ. لا أقول mans، هذا خطأ. لكن ما هي الصيغة الصحيحة لهذه الكلمات؟ نتعرف عليها. لاحظوا أن الحروف المشار إليها والملونة بالأحمر هي التي ستتغير معنا هنا، أو قد نضيف شيئا آخر. طيب child ننتبه للنطق أيضا، سيتغير عندنا الشكل وفي الكتابة وفي أيضا الصوت. child نقول children أطفال، نضيف R-E-N. جيد، child طفل، children أطفال. foot feet أقدام، feet. man من، جيد، اختلفت عندنا حرف أو حرف الأي انتقل أو تغير إلى إي. نفس الشيء يكون مع كلمة woman and woman. النطق يعني قريب قليلا أو نسبيا، لكن هناك اختلاف بين النطقين. tooth سن and teeth أسنان. ننتبه إلى أيضا كلمة ماوس الفأرة، هنا مايس. جيد، تنطق مايس، لاحظ حذفنا الأو واليو، مايس. هذه بالنسبة للفأرة الحية. أما لو أردنا أن نتكلم عن الماوس الخاصة بالحاسب الآلي فهي تكون عادية، تجمع ماوسز، هذه فائدة بسيطة، تجمع ماوسز. نضيف هنا فقط حرف الاس اذا اردنا الفأرة الخاصة بالحاسب الآلي. ماوسز، عندي اكثر من فأرة استخدمها اقول ماوسز، لكن الفأرة الحقيقية تجمع على مايس. طيب عندنا فيش سمكة، ما هو جمعها؟ فيش، ليس لها صيغة جمع. جيد، تقول سمكة وأسماك، one fish and two fish. جيد، أيضا عندنا كلمة ومرت معنا كثيرا وتعرفونها people، هذه أصلا جمع لكن ليس لها مفرد. جيد، ليس لها مفرد، فلا نقول يعني ليس هنا كلمة people من مفرد، فهي بذلك هي جمع. طيب the past tense الزمن الماضي،
جيد. ما هو الزمن الماضي؟ فاعل ويكون عندنا واز او وزائد بقية الجملة ان كان هناك بقية. ومرت معنا فكرتها فكرة المضارع، لكن نغير هنا بدل ما هي is are او am نغيرها تكون was او where. I was in the library. نتذكر قاعدة استخدام I تأتي مع was بدل ما تكون am. فعند مثلا عندنا am و ايضا is am و is تتحول في الماضي الى ماذا؟ الى was. اما are فتتحول الى where. جيد. نقول I was. He was there last week. ايضا نستخدم في المضارع نقول he is. They were here yesterday. لكن سقطت كلمة here. ننتبه هنا. They were here yesterday. كانوا هنا بالأمس. في المضارع نقول they are. جيد. You were at home last Monday. You were. You are في المضارع، لكن في الماضي نقول you were at home last Monday. وفي هذه الشريحة نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.